يطفي ناري، لو كان مش الصبر يطفي ناري، لو كان مش الصبر يطفي ناري، راهي الدنيا له باب شراري، لو كان مش باقي نصبر في القلب ونواسي كيف يتكدر، باقي نصبر في القلب ونواسي كيف يتكدر، ونقول يا قلبي اتحمل واصبر، يرقب بالزهار مع الزمان الداري، واللي انكتب على الجبين مقدر يدوم. حبيتك تطلع وبنية، حبيتك تطلع تسقية. كانت أعواما مضيئة بلغ فيها الإبداع قمته، وشهدت ذروة الفنون أوجها، نشوة فاصلة بين عهدين، ولجت فيها تونس أنوار العالم الجديد بعد غفوة طالت في عهود دامسة. بكما يرجع الفلاح بكما يرجع الملاح البحر اللي غرقه، نرجع لك حير ومهني، انت وقلبي اقوى مني، حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدش. موهوبون أفذاذ أينعوا في حقل الإبداع في كل صنوف الخلق والابتكار، موسيقى ورسما ومسرحا وأدبا، نحتوا صفحة جديدة مضية في أعوام كانت قوسا فتح مشعا، وبركانا أفرز شهبا خلدها الزمان لنا. إنها الأعوام الذهبية للإبداع التونسي. زمن لذيذ يعترض فيه فريد عصره، زبير التركي يشق المدينة غزالا ليرسم ملامح الناس، يتأبط أدوات الرسم ليختصر في ضربة ريشة عالم ذلك العصر. عين تلتهم الوجوه بلذة المكتشف، وأصابع تنفذ في الحال ما سجله النظر. كيف رضي عقلك دلك
وفي الوقت نفسه كان محمد التريكي يعتصر مخاض لحن جديد يهديه موسيقار الأجيال لصوت جميل. نجفك اسأل قلبي يا في ركن آخر من المدينة نجد مختار لوزير الشاعر بين أزهار حديقته يطارد شيطان الشعر ليبدع آخر قصائده. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ البراق يتأهب كل فجر لافتتاح الإرسال مباشرة بما تيسر من الذكر الحكيم بتجويده التونسي وصوته الرخيم يفيق عليه الصاحي. صدق الله مولانا العظيم. أما البشير خريف فيشعل غليونه ليتم روايته الجديدة التي ينتظرها بشغف قراؤه ومستمعوه بالإذاعة. عيونك حيلة جزرة بالتدبيلة نار قليبي شعيلة للقلب يحليلة. عمار الخليفي يكون في ذلك الزمن سطر اسمه كرائد السينما التونسي لإتمامه آخر لمسات فيلمه التونسي الأول حيلة من أم عيونك حيلة. استند شادي القليبي في دعمه للثقافة لأساتذة وأدباء كلهم طموح وشغف بالفنون مثل مصطفى الفارسي المشرف على إدارة السينما والمنفذ لبناء مشروع مدينة السينما بجمرت. في الآن ذاته ترى ذلك النجم الساطع علي بن عياد في محراب المسرح يكابد عناء خلق مسرحية جديدة. هذه المسرحية ستكون حديث الناس ويتدافع لمشاهدتها معجبون أوفياء للفن الرفيع ويطوع لهم روائع شكسبير وموليير. أما في بناية شارع الحرية كعبة القصاد من المبدعين نجد الهادي الجويني يسهر في الاستوديو على اكتمال آخر الأغاني للموسم الجديد ويترأس قسم الموسيقى، قسم يعج بمواهب التلحين وبالأصوات الواعدة. ومن ذا الذي ينال حظ الاختيار؟ فالغربال قاسٍ آنذاك والذوق يحمونه الأساتذة. يا حسن بالله ياك اللازمه اللي من الجراف قول لهم يردوا بالها عليها يا جماعه. لا انت شو يا نعمه اقرب شويه وقت لي باش تغني من القرار. قرب فمك الميكرو. ايوه شو يا لازمي خلي شويه البريمير بلان الاكورديون وحده باش يعمل. لا خاطر مراش مانع باش تجي معاه اما كي تبداو فرد مستوى الاثنين هذا شنو. ف
في الطريق نحو المكتبة الوطنية أو الجامعة الوليدة. تمشي تلك القامة الباسقة في عالم التاريخ والأدب واللهجات. الدكتور الطاهر الخميري حاملاً معه محفظته صديقة العمر ملآنة بدرر الفكر والنقد، يهديها لمستمعيه الأوفياء على أمواج إذاعة تحترم مستمعيها. قيدوم الصحافة توفيق بغدير العارف بكل الأسرار يبكر نحو وكالة تونس إفريقية للأنباء. يحصد جديد التليكس والتليغراف، ينشره على الأثير والصحف. قبل أن يذهب إلى مبنى الإذاعة يشنف واسماع متابعيه بآخر ما صدر. وفي منزل شادلي أنور ذلك الملحن العصامي نجده يبتكر آخر الألحان للصوت الشجي نعمة. نعمة التي سرعان ما تحمل ذلك الإبداع تهديه جمهورها في حفل جديد. يعطيك الصحة يا شادي. في ساعة متأخرة من الليلة ذاتها لا يبارح الهادي العبيدي مكتبه بنهج بشحامبا، مكتب ذاق بمئات المجلدات والكتب. سيكون عام الهادي إلى الفجر هناك لتنهي ريشته الذهبية آخر مقال نقدي أو افتتاحية يقرأها الجميع صباحا في الصباح. صحيفة نحتها طيلة ثلاثة عقود من عصارة عقل الموهوب. أما ذلك الشاب المتقد حيوية وحماسا لكل الفنون خالد تلاتلي، فقد رجع من فرنسا بعد دراسة عليا في البوزاغ الفنون الجميلة بباريس. ولم يكد ينهي حفل زواجه حتى غرق في بحر إنتاج البرامج مع مالقة العصر ليتركها خالدة للأجيال القادمة. ويتنقل الأستاذ خليفة الشاطر من سينما إلى آخر لمناقشة آخر الأفلام في نطاق جمعية السينمائيين الشبان. أمير الكمان رضا القلعي يطارد لحظة الإبداع على الوتر، يداعب الكمنجة شريكة العمر فتغدقه حبيبته أنغاما تنسال من تحت أصابعه الساحرة. نصبوا الأشباك واصطادوني، نصبوا الأشباك واصطادوني، عيني سود بشفاك.
ستكون نعمة في ذات الزمن في باريس تصور آخر أغانيها في الاستوديو المجهز بأحدث التسجيلات. شبوا في نبلة تجرح مزبوج واجيع، شبوا في نبلة تجرح مزبوج واجيع، يتزغدروا لرماش تغمس فيها، يتزغدروا لرماش تغمس فيها. يا روحي صبرك واجب، هذه هي الكتبات، لا تشكي ولا تعاتب الجاي مع اللي فات، اللي في الضحكة راغب على الدمعة ميلوم. معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم. أما ذلك الشاعر المرهف الإحساس الذي قضى حياته راهبا في محراب الفن، يعتصر من خلجات أعماقه آخر زجل قصيد مشبع بالمعاني والألغاز، مقدمة لسهرة يجتمع حولها المتفرجون ليتذوقوا مباشرة إبداع محمد الجاموسي، إبداع يجمع بين ثراء المعنى وجودة المغنى. هيا الشمس لهابة ونهار شوية غيوم، تطلع ونفوت أصحابها الله. وفي الشوارع والساحات يعمرها الفن الشعبي لشعب لم يفتقد بعد روح الفرحة والانتشاء والغناء والرقص والبهجة عند كل خرجة أو زردة، فيكون الفزاني واسطنبالي والسلمي أيضا. في حومة الجامع بقلب مدينة القيروان تجد سي محمد الحليوي، الأستاذ الشاعر والناقد وخليل وبالقاسم الشامي، يكتب آخر دراساته في الأدب والشعر. في ذلك الزمن كان الشارع الرئيسي لتونس لا تقاس مساحته بالمتر المربع بل بعدد المبدعين حول طاولة كل مقهى اشتهر بنوع مبدعي. هناك في مقهى باريس يتحلق الرسامون حول آخر إبداع لريشة فلتة من فلتات الزمن. في فلورنس يجتمع أهل المسرح والتمثيل لتداول آخر إنتاج لعلي بن عياد أو لنور الدين القصباوي. وعند لونيفار ملتقى الشباب الثائر وبراعم الفن المتمردة على السائد تناقش آخر ما كتبه سارتر أو ما خطه ألبير كامو. وعند مقهى المغرب يناقش الشعراء والأدباء سطور الإلهام لمصطفى خريف أو ثورة عز الدين المدني على القديم. وفي الروتوند
يكون سينمائيون قد احتدم صراعهم على الرأي في أحد أفلام الموجة الجديدة. دنيا أخرى. يحيى وين؟ محفوظات؟ تونس الجميلة الشابي؟ تونس الجميلة، كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه أخمدوا صوته الإلهي بالعسف أماتوا سداحه ونواحه، ألبسوا روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه. أنا يا تونس الجميلة في رج الهوى قد سبحت أي سباحة. الكلمة السحرية التي شاغلت ذلك الزمن هي التعليم، هو مفتاح التقدم. شعب يبات ويصحو على إرادة صلبة لتدريس أبنائه كلفه ذلك ما كلفه. لأن التعليم لديه هو حبل النجاة من دهاليز الظلمة التي يعانونها زماناً وأحقاباً. أزهار وزهرات يأتون من كل فج عميق، من سهوب الوديان ومرتفعات الجبال، لا يأبهون ولا يئنون ولا يشتكون، يقطعون الأميال ليكرعوا من مناهل ستغير حياتهم. نخرج الستة ونص نجينا هنا، نخلت السابع نقعد نصيف ساعة في السيح ونسافر، نشد السافر نحي العالم نخش نقر. إيش معنى؟ نحيو وطن، نحيو وطن باش ندافع عليه. اي نعم عندي طموح، نحب نطلع مهندس ولا معلم، ما نحبش نقعد هنا نسرح كما بابا ونقعد نخدم بالمسحه وحاجه. مئات المحافظ تقتحم الاقسام بشوق ونهم للعلم. يحمل محفظته في الفيافي والبوادي حاملاً رسالة النور. المعلم والأستاذ رسول المعرفة، كان بحق سيدي وأنستي وسيدتي. مجتمع ثلاثة وأربعه تحت العشرين، مستوصف ورعاية للأم والطفل في كل البقاع. جيل جديد يبزغ مع مطلع كل شمس، جيل نشأ مع استقلال واعد. في باريس بنيت دار تونس للطلبة والطالبات. يشقون أنهج الحي اللاتيني نحو السوربون. في هذه البيئة نشأ مبدعون في مختلف الفنون وأساتذة غرفوا من مناهل كل علم وفن في أكاديميات ومدارس. محظوظ من جلس على مقاعدها بمنح أمنتها الدولة تساوي مرتب موظفيها استثمارا سيعطي ثماره.
شعب بخمسة ملايين نسمة، خارج لتوه من نير الاستعمار، وجيل متعطش للنطاق من عهود مضت مع قلة ذات اليد. كانت المعيشة غير صعبة، والأسعار معقولة ولا تبارح عقالها. حانوت الجربي هو قلب الرحى للحي. والأسواق عامرة تشقها تاكسي بيبي. كانت ساحات البلد نظيفة، والحدائق ناظرة بأزهارها. في ذلك الزمن كان خليج جابس يدر أكبر ثروة سمكية. يكفي أن يلقي البحار بشباكه ليكون الحصاد أطنانا. الكروفيت رويال لا تنتظر إلا رفعها ووسط فائضها إلى أوروبا وأمريكا. كان البحر الوحيد الذي يطل على واحة جميلة لم يزرها بعد الفوسفات. خط تونس نيويورك المباشر عبر الخطوط التونسية لا يزيد عن 190 دينارا، والمنجي سليم يتصدر غلاف التايم كرجل العام للعالم. دخلت تونس تجربتها في الطاقة الذرية حين ترأس الدكتور البشير التركي هيئة الطاقة الذرية العالمية. كانت الشركة التونسية للتوزيع STD تطبع وتبيع في مكتباتها العامرة آلاف الكتب والمنشورات بأسعار زهيدة رمزية. وحجاجنا يملؤون البواخر مع شحن سيارات الإسعاف تذهب معهم للحجاز. زمن كان يشع فيه صناعية في كل حرفة، أمين واختصاص. ولم تنتصف الستينات حتى أقيم معمل لصنع هذه الآلة العجيبة التي ستغير من حياة التونسي. التلفزيون وافد جديد يدخل البيوت ويعمر سهراتها. الموسيقى والغناء. الاسطوانات كانت ملكة البيوت. تورنو ديسك يشع بأغانيه، لذلك تم إنشاء معمل النغم للاسطوانات يدفع كل يوم بديسكوات مطربي الجيل في تونس وفي الشرق والغرب، يتخاطفها العاشقون لحلو المغنى. We'll be right back.
أنباء العصر يستقيها الناس ونذاك من الجرائد حين يصيح الباعة في الشوارع. العمل للصباح تيمتان لابخيس. كان المجتمع يتعايش فيه الجميع دون تمييز، بما فيه مهالينا بحارتي تونس وجربة، لا فرق في اللباس البدوي والأفراح. الستينات باب يفتح للدخول نحو عصر جديد، الحداثة وشعب يستيقظ من سبات عميق دام قرون خلت، فجر من الإبداع ينبلج في كل الفنون، وتأسيس وزارة خاصة بهذا الذي يبقى عندما نرحل عن هذه الدنيا، إنها وزارة الثقافة. ربما من محاسن الصدف أن التقت هذه الصفوة الذكية من الموهوبين في الفنون مع رجل اختارته الأقدار وفرضته صفاته ليشرف على بزوغ شمس هذا الإبداع الثقافي طيلة 10 سنين، 10 سنوات حبلى بالطريف والتالد والجميل الخالد تحت إشراف مايسترو مقتدر. إنه شادي القليبي. أستاذ أديب وشغوف بالفنون، بدأ مشواره مديراً للإذاعة الوطنية التونسية التي كانت تعج ونذاك بأقلام وأصوات كبيرة. إذاعة تخطو أولى أعوام عودتها إلى أهالي الدار، ثم كانت المغامرة مع تكوين وزارة الثقافة وبحسه المرهف وبطموحه الفياض بنى هذا الصرح العالي. سطر القليبي ثورة في المجال الثقافي وشجع المبدعين، فأرسل النواة الأولى لشباب المسرح والموسيقى والرسم يدرسون بأبرز الأكاديميات الأجنبية. وبعثت المهرجانات وولدت أيام قرطاج سينمائية. أصبح مهرجان قرطاج بمسرحه الروماني فخر الإبداع صيف كل سنة مع أقطاب الإبداع يتقاطرون على مسرحه. لقد انكشف النقاب عن الحقيقة، ما أبشع وجه الحقيقة. ثم بنى في كل بقاع الجمهورية داراً للثقافة توفر للشباب الصاعد مكاناً يفجر فيه مواهبه الكامنة. ثم كانت حافلات المكتبة المتجولة المتنقلة تجوب الأرياف والمدن لتوزيع الكتب مجاناً، في حين كانت الحافلات السينمائية ويتذكرها جيداً ذلك الجيل تعرض الأفلام في الساحات في البلاد، وعليها تربى جيل ما كان يحلم أن تصله هذه الإبداعات. وفي المعاهد والكليات أنشأ المسرح المدرسي والجامعي
تكثفت نوادي السينما والموسيقى والأدب، تكتشف وتدفع بالمواهب الكامنة على ركح الإبداع. وأنشئت فرقة الفنون الشعبية التي جالت العالم، وانتعشت حركة الرسم حين شرعت الدولة في اقتناء لوحات المبدعين لتعمير مكاتب الإدارة والمصالح والوزارات والسفارات والنزل والمطارات. وكان شادي القليبي أخذ المشعل عن سياسي آخر بادر في أواخر الخمسينات بدعم الفنون، وهو أول وزير للإرشاد محمد المصمودي، الذي أعطى إشارة الانطلاق لصناعة السينما في تونس. من مدة شيء كبيرة من الاستقلال. أما الذراع الأخرى لوزارة الثقافة فقد كانت تلك المؤسسة التي أعطت حياة جديدة للآثار وحمت آلاف المواقع التاريخية بما تحويه من النفائس المغلة في الزمن. إنه المعهد الوطني للتراث الذي برع في إثراء نشاطه ذلك العلامة الهاشمي السبعي الذي خلف الأستاذ الكبير حسن حسني عبد الوهاب. ثم تأسس مركز التوثيق القومي وأداره باقتدار الأديب محمد الدباب، وبفضله حفظ لنا آلاف الوثائق والصحف والمجلدات والكتب والنشريات والصور لذلك الزمن. سنبحر الآن في شتى أنواع الإبداع الفني التونسي آنذاك في عصر ذهبي لا يقارن. ولنبدأ معكم بالطرب والغناء. كان الطرب التونسي يسافر ويشنف الأذان في الداخل والخارج. جيل جديد سيحمل المشعل الغنائي عن القدماء. ذلك الصوت الشجي للبادية التونسية الضارب في أعماق وجدان هذا البلد صليحة، السابحة في بحر الفندق التونسي الأصيل. ما
بعد أن كانت انتهت رحلة حبيبة مسيكة بسرعة واحترقت بعشق من هام بها. تلك المهاجرة التي أبدعت في يا هاجرة هنا راشد. كانت مدرسة الجميع في الغناء والطرب، إنه المعهد الرشيدي يطوي ذروة أعوام المجد في الحفاظ على الطبوع التونسية الأصيلة. نشوة الطرب اندلعت مع العملة النادرة في الطرب وهي الملحن، عملة نادرة وجدت في ذلك الزمن. هل يعيد التاريخ مبدعا مثل صاحب زعم إيصاف الدهر محمد التريكي الذي وهب حياته متجولا بين مفتاح السول والنوتات؟ كان أول من درس بالمعهد الرشيدي، تخرجت منه أجيال وأجيال من الموسيقيين والمطربين، ودون كامل التراث الموسيقي وحماه من الضياع. ذلك العاشق الذي يتنفس ألحانا ويكتب أشعارا، محمد الجاموسي الحالم أبدا في عوالم العشق والخيال. لا ننسى ذلك الذي ترك جبة القاضي لأهلها لكي يقضي حياته بين الغناء والفنون والشغف بالموسيقى، صالح المهدي. نحب نغني معك شوية انت في قدي حب، من هذه من الأغاني الجديدة زاد اللي حضرناها معايا. عاد انت انت
كيف ننسى شادلي أنور الذي صنع ربيع الغناء في ستينات ذلك القرن، لا تكاد تسمع له صوتا باستثناء تلحينه. لا يتكلم، بل أجمل من ذلك، يخلق طربا. يا حبيبي آخر صبري لقيت الحب، لقيت الحب. قدور إصرار فيه، هذا الذي جمع بذكاء بين طرب العصر وموسيقى التراث. وسير قدور أعتى الفرق الموسيقية كمايسترو لا يشق له غبار. هناك ثلة من أساطين التلحين، علي سريتي ومحمد رضا وقادة الفرق الأساتذة عبد الحميد بالعلجية ومحمد سعادة ووناس كريم وعبد الحميد ساسي وعلي شلغم، وقائد فرقة الإذاعة حسن الغربي. يا سفدان يا جبان، محلى تنبيل شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة، محلى ضحكتها. يا سفدان يا جبان، محلى تنبيل شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة، محلى ضحكتها. أنا منها عقلي طار تشجيع الفن لم يقتصر على الأوساط الإبداعية والشعبية، بل كان الاهتمام بالفن شغل القيادة أيضا. فلم يتوانى الزعيم لحبيب بورقيبة مثلا عن الحضور في الحفلات الكبرى ممتطيا سيارته ليتابع مع الجمهور، ووسط الحضور آخر الإبداع. من العصر، فيسافر خياله بين عم صادق ثريا ورائعته كيذيق بك الدهر. كيذيق بك الدهر يا مجيانة، يا مجيانة كيذيق بك الدهر يا مجيانة. والدور 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 ما تلقاش غيري أنا. كيذيق بك الدهر يا مجيانة، يا مجيانة كيذيق بك الدهر يا مجيانة. تحوج كل موج يغرق بيك ولا يفوج. والدور في الدنيا كل الموج، والدور في الدنيا كل الموج. عالقلب ما يعرف يا حتى حنانة، عالقلب ما يعرف يا حتى حنانة، محال تلقى غير قلبي أنا. ثم يطرب بصوت سلافة ناعم عندما تمهد لأغنياتها بموال. طولك يا ليلي هديك عبد اللي مفارق حبيبه، والجمر لباي دفيه، والنوم لابا يزيد ويزيد ويزيد. ما عندك سوى مريضة، ما عندك سوى
مريضة هي ما عندك سوى جان الخبار وعزمنا طوى مريضة هي. يا حليلي يا أمّا يا كريم متاع الله يا أمّا للدوار واللي يعمل الفرشيشي محبوب في ثوب ولد الحومة الغنائي. أما الأغبابي فيبدع برقصته الشعبية. كان المبدعون يتكاملون آنذاك، فعندما يكتب محمود بورقيبة أو جلال الدين النقاش أو أحمد خير الدين القصيدة يجتمعون بالملحن التريكي أو إصرار فيه أو الشاد ينور، ثم يأتي المطرب أو المطربة. مثلث الأغنية كان متين الأضلاع لحنا وكتابة وأداء. الموسيقى كما كان لها أهلها وأساتذتها ومريدوها، فلها صناع آلاتها وحرفيوها آنذاك. صانع العود الذي يقضي في تحويله من خشب إلى آلة جميلة أياما وليال، فكل جزء له ضوابط محددة. عذبتني بزينك اي 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 اش بين قلبي وبينك اي 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 يا معذبتني بزينك اش بين قلبي وبينك يا معذبتني بزينك اش بين قلبي وبينك بيني وبينك بيني وبينك يا معذبتني بزينك. أما صناعة آلة القانون فلها أيادي ماهرة بمثابة عمل الصائغ مع مجوهراته ودرره. عينك شافتك خنتنا ودنك سمعت سبتنا عيني شافتك خنتنا ودني سمعت سبتنا قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش. الأصل في نجاح الإبداع الفني آنذاك كان احترام المبدع لفنه، يسهر الليالي لكتابة المقطوعة أو تصور اللحن أو تخيل اللوحة الزيتية أو ابتكار القصيدة. ايش علينا
جيل احترم ذوق الناس باحترامهم لعملهم، فلا يخرجون لمحبيهم إلا ما اكتمل من الإبداع. بي الرحال، عليا نجمة الستينات، جلبت الأنظار منذ الصغر لتصبح فريدة الشدو في الحفلات والمجالس. سجل بعشرات الأغاني الناجحة وصوت نقي استوطن مخيلتنا وذاكرتنا. قالوا زيد انت عامل حالة ملالا، حيرت قلوب الرجالة ملالا. قالوا زين عامل حالة ملالا. كانت الجلسات في بيوت الفنانين تنقل كاملة على المباشر بكل حميمياتها. هذه عليا صحبة أبيها وإخوتها وأبنائها تطربهم مع المشاهدين، بآخر ما جادت به قريحة الشاعر رضا الخويني الذي اختص بكتابة الأغنية لها. زيني حير ملالا بهب معير ملالا، زيني حير ملالا بهب معير، عشقني الأسمر ملالا وأني الأشجار ملالا. زيني حير هذا الاسم هو الاسم الفني واسم الحقيقي حليمة، حليمة اللي مولودة في قرية أزمور من عام 34. لا تكاد تذكر عليا إلا وتذكر نجمة أخرى في سماء الغناء التونسي، حليمة بشيخ أو نعمة. تتنافس الاثنتان على عرش الأغنية في الأعوام الستين. تنافس أثمر هذا الريبرتوار الغني من الألحان وربح المستمع هذه الأنغام. نعمة وجه صبوح وغرام بالطرب تملكها لكي لا يغادرها لحظة. ما عملتش في حبك زلة يا خسارة يا خسارة يا خسارة، ما عرفتش كاري. موسيقى
حياة تراوح بين الاستوديو والميكروفون والبرايف. ملحنون أفذاذ استهواهم الصوت الناعم لنعمة لينعموا عليه بأنغامهم. موعد حب نستناك نستناك فرحة قلبي قلبي يا حبيبي يا حبيبي آخر صبر لقيت الحب قد الحب الحب عايز تبقى اسم الدعوة عندك الضوء. يكاد لا يفارق الاستوديو مبدعا للأغاني أو مراقبا لجودتها. أذن تغربل الجيد، قامة شاهقة للطرب، أستاذ الموسيقى أبدع طربا وأنغاما، إنه الهادي جويني. كم شنف الأذان بقاعاته الرقيقة أو الصاخبة، فهل ننسى لمني اللي غروا مني، أو يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك، أو تحت الياسمين في الليل، أو حبي يتبدل يتجدد، واللي تعدى وفات. خلي في قلبي والحولة وعيني في نظرة مرهونة آه يا محسونة آه يا محسونة. أدخل النغم الإسباني الفلامينغو في ألحانه الجميلة. يلا قدم ولا واقف يا مكتوم يا مكتوم يا مكتوم. الهادي جويني الذي عاش فترة تلك المجموعة من عباقرة الأدب وفلاتات الفن جماعة تحت السور، مثل رائعة علي الدعاجي، حبي يتبدل يتجدد، نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك، نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك، كيف ما يرجع الفرطة الطب للنار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح للحمل اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه، نرجع لك حير ومهني انت وقلبي اقوى مني. اسخف عليا وحن لحبيبك راهو يتعنى. ثم جمعته الحياة بزوجته المطربة الجميلة وداد، التي صور معها أول أفلام العصر الغنائية الباب السابع. قطب غنائي آخر تفجر إبداعا في تلك السنوات الجميلة، شاعر باللغتين العربية والفرنسية، رقيق الإحساس، جم الخلق، مطرب وملحن
وممثل وموسيقي محمد الجاموسي. ما تقول مالك ولا مالي انا الدنيا ما تحلالي، ما تقول مالك ولا مالي انا الدنيا ما تحلالي الا بالفن. نسمع قلبي بين الضلوع يقول يا ليت الناس خيان، انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان، تحن علي نحن عليك. كان يكتب ويخرج فقرات سهرة كاملة من الشعر إلى الزجل إلى الطرب. قبل كل أغنية يلقي زجله، ووراء كل عبارة فلسفة للوجود ورموز للحياة. عيشوا حياتكم بأكملها، عيشوها بالنهار والساعة والدقيقة واللحظة، ما تخليوا حتى لحظة تفوتكم، وما تستناوش حتى توليوا كبار في السن باش تتفكروا سنكم وقت اللي كان 20 سنة. طوع الأوبرات لمزاجه الرقيق يغزل المعاني غزلا. كان الجاموسي متأثرا بالمدرسة الرومانطيقية ويحفظ أشعار رائد الرومانسية ألفريد دوميسي. 20 سنة 20 سنة عمر السعادة والهنا، محلى حياة 20 سنة عمر الهنا 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 الهنا. عشرين سنة دان أجمل اللوحات مع مطربي ومطربات العصر ومع الفرقة الموهوبة لإذاعة صفاقس التي كانت تشع مواهب آنذاك. للجاموسي كذلك ثنائيات رائعة مع أصوات ذلك الزمن، فينك يا غالي، أوبرات الفصول الأربعة مع عليا. حسيب رشدي صوت بدوي شجي، بدأت المشوار مبكرا مع زوجها الأول الملحن العبقري محمد التريكي، ثم طبقت شهرتها الآفاق شرقا وغربا. راح بقاله سنين شي مكتوب وراح لحاله، والمكتوب تشوفه
ليش بتري عجي همة تسير بعيد قول يا خاي ليش بتريد ايش بتريد من قلبي يا خاين هل يجوز ذكر الطرب التونسي دون سيد علي؟ علي الرياحي عزف منفرد شكلا ومضمونا. كما كانت المنافسة شديدة للتربع على عرش الغناء النسائي في الستينات بين نعمة وعليا، كان التنافس أيضا بين مغنيتين أخرتين، دلندا الخضراوي أو سلاف وزهيرة سالم، تنافس ولد مقطوعات جميلة طرب لها المستمعون. عذوبة الصوت ورقة الأداء جسدها ثنائي الهادي القلال ومصطفى الشرفي في أغاني عاطفية تحكي قصصا تنطق شجن. تلك الفترة شهدت آخر إبداعات مطربتين طبعت الساحة التونسية في زمن سابق لجيل الستينات، ولكن وصلتا على نفس الدرجة، زكية المراكشي أو شافية رشدي من جهة، وخيرة اليعقوبي أو فتحية خيري من جهة أخرى. كانت الاثنتان في تنافس شديد عند بدايتهن المحتدمة. لهلوبة المسرح أو صفية شامية اشتهرت بأنغامها الراقصة وإيقاعها السريع. مع أحمد حمزة.
ركبت ركوب الفرازين ولحقت خليلها خذاته رميت النبل بالعين وحربه على الصدر جاته وفكت سلاح مسيكي وفكت سلاح مسيكين وبشعورها كتفاتا هي 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 مولات الخلة الخمرية هي 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 مولات الخلة الخمرية خرجت بمقروني سيد أحمد حمزة شق هو الآخر طريقا له في قلوب المستمعين بلون غنائي متميز هي والله هي مولاتي الخلة الخمرية ير 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 نعلبوها الصنعة من كريتا قسما الله من كريتا القسما الله وهل يستقيم ذكر الطرب التونسي في عصره الذهبي دون تعريج على موهوبي الغناء الفكاهي والأغنية الخفيفة الزاهية أو النقدية؟ ولا صايم يوم راح بعيني مريت القسم على الله الكريكة قسم الله هل ننسى خفة روح جراري وظرف المورالي؟ التاريخ أول مؤرخ في ثماني حوا ماتت يوم خميس اثمانية في ربع الثاني يا عنتر ابيض مش رصيف تاريخي ثابت اصلاني شمس كان اقرع وضعيف في اصله يرجع فزاهلي قيس روميو رهط وما وماتوا في ابكتور ماتوا في ابكتور عندي ولدي يا حب وذلك المبدع الرشيق الهادي السملالي الذي اخذ المشعل على ذلك العبقري الذي علمهم السحر صالح الخميسي في الستينات ساد العالم تيار شبابي مجدد للغناء والموسيقى والإيقاع ولم تشذ الساحة الفنية التونسية عن مواكبة هذه الموجة لحنا وكلمات وتصورا فنجد محسن الرايس الذي عاد من أكاديمية الفنون بباريس رساما ومطربا ينتج أغاني شبابية على طريقته حبيب القلب فيه لو تعرف يا عين رؤوف النجاتي أدخل كذلك نفسا عصريا شبابيا على الأغنية التونسية الرومبا والسامبا دخلت ميزان الألحان التونسية فغنى على إيقاعها محمد أحمد والهادي المقراني ونريمان ونرهان كنشوفك بيها تسهبني كنشوفك بيها تسهبني تاخد عقلي انت وهي يا لابسة يا لابسة قدك يسحر يا مزنية قدك يسحر يا مزنية أما سعاد محاسن التي بدأت ممثلة في فرقة الكاف صحبة زوجها لمين النهدي فانتهجت دربا خاصا بها في الغناء المتواصل في أعماق البلاد Hey, hey, hey.
الرقص كذلك أبدع ذلك الجيل. راقصتين خلدتا اسميهما، من لا يعرف زين وعزيزة؟ زينة التي اشتهرت عندما أدت دورا في فيلم جحا مع عمر الشريف حاز على إحدى جوائز مهرجان كان عام 1958. أما الرقص الشعبي للرجال فبرز فيه حمادي اللغبابي الذي قدم تصورا وفيا للوحات راقصة سادت في الأوساط الشعبية في البوادي وفي الأفراح عامة. الشيخ بودية أكبر مرجع للأغنية التراثية لا يتوانى عن إحياء حفلات يجدو فيها بما تركه الأجداد من حلو المغنى الضارب في تاريخ البلاد. بين نفثات ريشة الرسام تتجسم الألوان وتتخاتر الأشكال ويتوالى النور والظلال. الرسم هو الآخر نقطة مضيئة لعالم ذلك الزمن الجميل. رسامون أفذاذ أصحاب موهبة متأصلة فيهم قبل دراسة الرسم. من كان مرهف الإحساس يسحره منظر طبيعي فيتخيله لوحة، ومن يلمح وسرير وجه معبر يخط ملامحه أو يعيش لحظة ستنمحي لولا ريشة رسام خلدتها للأبد. فتية لا يجود الدهر بهم مرتين. عمار فرحات هذا العصامي الذي لم يجلس يوما على مقعد الدراسة ألهمه الله حسا عجيبا، كل ما سجلته عيناه الباسمتان دوما يعود سريعا نحو ريشته ويضفي عليه من خياله. متواضع وخجول
يطوف بدراجته سوليكس الأنحاء بحثا عن صورة شعرية يعطيها من ألوانه وحياة جديدة. ومن ذا الذي ينسى ذاك الذي تنطق عيونه رغبة عارمة في التهام مباهج الحياة، ضاحك وبشوش طول الوقت، رسام الألوان الزاهية والأشخاص الرائقة، علي بن سالم. جمال الدنيا تصيرها أنامله الذكية لوحات تنتشي بها الأبصار. عبد العزيز الجرجي، مدرسة لوحده في الرسم والإبداع بين الألوان والأشكال. الرسم بلغ أوج تألقه في تلك الأعوام بعد تأسيس التيار الفني المسمى بمدرسة تونس ليكول دو تونيس، ونجد فيهم يحيى التركي وجلال بن عبد الله وصفية فرحات وعلي بلاغة، سرعان ما انشق عنه تيار آخر مضاد يزعم محاربة النزعة الفلكلورية للرسم، وهكذا ترثراء الحياة الفنية. نواصل اليوم زيارتنا إلى معرض مدرسة تونس للرسم لنقدم لكم مجموعة أخرى من الرسامين وإنتاجهم. هذه لوحات يحيى التركي، لطالما سمي أبو الرسامين في تونس. عمار فرحات يقدم بعض مشاهد تسجيلية لإحياء بعض عاداتنا. جلال بن عبد الله، إحساس مرهف وخيال خصب واعتناء بالتفاصيل. علي بلاغة يستمد مواضيعه من عاداتنا ولكنه يصور الخيال. رسوم الهادي التركي التجريدية هي الصدى البصري لانطباعاته. بن محمود نفس النزعة وهو يعتمد على التعبير الذوقي. صفية فرحات أرادت قلب ماهية الرسم، إذ أرادت أن تخلق في الدباجة والمادة نفسها بحوث على البلور، حصاد الجرجي في عالم الخزف. بقي ذلك الرسام الفريد إبداعا اختص به، زبير التركي. وهل هناك أجدر منه في نحت شخصية التونسي؟ بخطوط سهلة، فزبير التركي يجنح بخيالك لترى التونسيين بمختلف مهنهم ودرجاتهم، تكاد وجوههم تنطق وتخرج من لوحاته حية صاخبة. أعطني مسرحاً أعطيكم شعباً عظيماً، مقولة سرت كالنار في الهشيم وتناقلتها الألسن، ولكن كان لها قيمة ومعنى في ذلك الزمن، كيف لا؟ وقد سطع نجم المسرح التونسي بفضل ذلك الشاب الذي لا يتنفس خارج الركح، سكنه المسرح وتقمصه، ذلك المبدع علي بن عياد. دع عنك هذا، زادك اللغوي هزيل، الكلام عندك لفظ يابس وأنت تعيش في مثل هذا العصر. أوه سحقت لي أذني، أنا ذهب. إيه جيم، إلى أين؟ إلى حيث أحط الحمل عني. ارجع ارجع، لا تغضب، إن هي إلا أسماء. حياة قصيرة لكن شق طريقه نحو الروعة في لمحة بصر. نهل في باريس من الكوميدي فرانسيز زمن عزها، ثم طار إلى أمريكا ومسارحها، ثم حط الرحال بمصر ليرتوي بمآثر الريحاني ويوسف وهبي.
بطاقة غريبة وخلاقة. أنطق علي بن عياد ويليام شكسبير من جديد. أني لا أتمنى لو كنت مت بذلك اليوم. إني مليتك الموت اليوم إذا امتنعت أن تقضي بالحقيقة. أيها الغلام، وجدد زيارة العبقرية ساخر موليير، وجسد رائعة لحبيب بولعريس مراد الثالث. وإبداع عز الدين المدني في ثورة صاحب الحمار. علي بن عياد أخذ المشعل عن رواد عباقرة في الفن المسرحي، حسن الزمرلي والمؤسس للفرق المسرحية الأول محمد الحبيب. لأن الكاتب المسرحي هو اللي يعتمد على قلمه في معاشه. ولا ننسى رائد المسرح الغنائي محمد العزيز العقربي. فترة ذهبية للمسرح التونسي، كنت ترى فيها الفنيين يعملون ويربطون ليلهم بنهارهم لتهيئة ركح المسرح والإضاءة والستار. كل التفاصيل الدقيقة يعطونها أهمية. كل هذه الطاقات الإبداعية التقت مع أقدر نخبة جادت بها البلاد من ممثلين وممثلات لعل الزمن لا يجود بهم مرة أخرى. بقيت أدوارهم عالقة بالأذهان، لا ننسى ملامحهم وشخصيتهم. كيف لا وقد تتلمذ على جهابذة العصر في الفن التمثيلي مثل زكي طليمات من مؤسسي الفرقة التاريخية لمدينة تونس آنذاك. كل ما تبقى ظلام حالك بل هوة دكنا سحيقة، إنها لأشبه بالقبر الذي يختفي فيه الموت. وذلك الفتى الموهوب الذي التحق بالمعهد القومي للتمثيل بباريس وحاز جوائزه الأولى وأوسمتها، الحمادي الجزيري ذي 7 لغات ومتعدد المواهب تمثيلا وصحافة وغناء. كل هذه الأجواء من الإبداع استعر لهيبها بفضل ثلة من الأدباء والمثقفين بلغوا أوج عطائهم، يقطر حبرهم بالتالد والخالد من الحرف المنحوت من شغاف قلب أديب صادق. أحبابي الأدنين، كم ألقى بكم داء يمض فلا أداوي الداء، إلا يكن جسدي أصيبا فإنني مزقته فدفنته أعضاء. فهذه القامة الكبرى محمد الفاضل بن عاشور يلقي محاضراته التي يحضرها بالتدافع العشرات ويسمعها السامعون بنهم. وركن المعارف والآداب حسن حسني عبد الوهاب. وهذا الطاهر الخمير الذي لا يفلت شاردة ولا واردة من تراث اللهجة الدارجة والأمثلة الشعبية، وخلد لنا هذه الموسوعة التي قضى في سبيل تأليفها العمر بأكمله. شاعر
شعري بها لله ربي والنبي محمد يا مؤمنين. نعم، كيف ننسى الدقة الشهيرة التي تعلن بداية حكايات باب عزيز. عبد العزيز العروي شهير عصره جرأة ونكتة. لله الربي، هو يقول بالغنة متاعه لله الربي والنبي محمد يا مني أكو. ما له يطلب شو بيها لك اللي بيش تعطيه. أقلام قلما تسطع في الأزمان المختلفة جادت بها الأيام في العهد ذاك. الهادي العبيدي الذي ضرب بسهمه في مختلف أشكال الإبداع شاعرا وكاتبا وأديبا ومؤلفا مسرحيا وغنائيا وصحفيا لا يشق له غبار. أفنى النظر والصحة في كتابة المقالات وإصدار الصحف وصياغة النقد بقلم جميل وعميق. وهل تنسى الذاكرة من أنقذ التراث الشعبي من الغناء؟ فكتبه محمد المرزوقي. صاحب الطربوش الكاتب الساخر العملاق حسين الجزيري. برنار شو تونس الذي أبدع نثرا وشعرا في نقد الظواهر الاجتماعية بفكاهة ذكية ومعبرة. الشاعر الرقيق مختار لوزير وقصائده المختلفة اختلاف الفصول. الفراشة الشاعرة بيضاء حامت بالضحى جناحها يأتلق، فراشة أو فلة أو النديف اليقق أو بسمة سخية فرحة تبوح تصدق أو أمل حلو السنة به النفوس تشرق. أما الشاذلي عطلة فلم تجعله عبقريته الشعرية يغادر متجره بالقيروان، فيراوح بين عمله وكتابة القصائد. أما تاريخ الأندلس بتونس فبرع فيه مصطفى سليمان زبيس معارف كثيرة وتواضع جما. جمع محمود الباجي مهنة القضاء والأدب، يقضي صباحه بالمحكمة ليذهب مساء إلى التلفزيون حديث الولادة ليلقى مشاهديه مباشرة. أما عثمان الكعاك فكان موسوعة متحركة يمتع مستمعيه ثم مشاهديه مع ميلاد التلفزيون بمعارف في التاريخ بأسلوب رائع فيه الظرف والمتانة، وهو المرجع في علم التاريخ ومدير المكتبة الوطنية بالعطارين.
اللي يعتبر من أقرب المقربين إلى الشيخ من الناحية. وفي المجال الديني والوعظي برز الشيخ محمد الحبيب بالخوجة دكتور السربون، والمفتي العميد الزيتوني المتفتح، ولكن فقدها العالم العربي والعالم الإسلامي بأكمله. وربما اعترض طريقك زمنئذ ذلك الشاعر العصامي الذي عاش للكلمة الصادقة، فتعذب بيننا في غربة قاسية وهو الحساس منور صمادح. عاش ومات على نخب الكلمة. مضيت وفي دماء السر. أما شاعرات ذلك الزمن فيقرأن إبداعهن على الشاشة حالما تكون القريحة قد جادت بنادر القوافي. حبيبي تعال، فبعدك طال، وصبر ادعاء وصمت افتعال. هذه زبيدة بشير تعبر عن خلجاتها في ديوانها الجديد. فأسعى إليك بكل حنيني، وأظهر أني لقيتك صدفة. ستون هنوز Le coup du sort, 14, deuxième, deuxième fois. شهاب الإبداع أضوى كذلك سماء الشاشة الذهبية، فكان لجيل ذلك الزمن قوله في السينما، سيما وقد تأسست أيام قرطاج السينمائية وتم بناء مخابر التركيب والتحميض التابعة لشركة ساتبيك التي أنشئت لغرض دفع المواهب في ميدان السينما نحو تجسيم أحلامها وطموحها. شباب متعطش للتصوير والإخراج وإبداع الأفلام تحت إشراف رجل أحب السينما وأهل السينما الطاهر شريعة. حتى التصوير الشمسي كان له فرسانه، فهو فن من الفنون، ونحن مدينون بالجميل لمصورين أفذاذ خلدوا بلقطاتهم أحداثاً سواء على المستوى الوطني أو الشخصي لكل الأجيال التي سبقتنا، وكانوا في كل مكان يدهم على زر المصورة. عم البشير المنوبي صاحب مئات الآلاف من الصور طيلة نصف قرن أرخ بها كل مراحل حياتنا آنذاك. ثم لا يغيب عن أذهاننا ذلك الرجل الباسم الذي لا تغادر حبيبته آلة التصوير عنقه في حله وترحاله، واخترق القرن العشرين حاضرا بالعدسة في كل حدث، إنه المصور عثمان.
وهكذا لا يبقى في تاريخ الشعوب سوى إبداع الموهوبين من أبنائها، صفحة خالدة لا يطويها الزمن ولا تخبو مع الأيام. يذهب كل شيء وتبقى الثقافة والخلق الفني. إلى اللقاء.